بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. دايرين لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله نوجد واحد الحلوة ديال التمر، كتجي زوينة وهشيشة وكتخرج كتعطي كتير. ندوزو المقادير ان شاء الله. عندي هنا ربع ديال الزبدة، انا جبت نص كيلو قسمتها، كنجيب هاد النوع هذا النوع قسمتها، كان عندي نص كيلو قسمتها رديتها على ربعة. عندي قبيصة ديال الملحة هي، عندي واحد فلو كيبقى في اختياري، هو كيجي زوين. معلقة كبيرة، معلقة مع مراش ديال مايزينا، كاس ديال السكر كلاصي، وغنخوي دابا نيت، كاس ديال العنبة ديال الزيت، نص كاس ديال مزهر، مزهر النوع اللي زوين، حلا بالماركة هادي، كيعطي المذاق زوين، إلا كان مزهر كتخرج الحلوة زوينة. طحين على حسب الخليط دائما. بسم الله، دوزو طريقة التحضير. بسم الله، دخلوا الزبدة مع السكر. بسم الله، يبقى بالمقادير ماشي مشكل، يبغى الكمية كبيرة، بغي مع العيد كنديرو شوية 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 من الحاجة، بغا يدير حاجة كتيرة يدوب المقادير. نزيد مايزينا، مايزينا كتعطي عاوتاني حاجة أخرى، تعطي المذاق الحلو. نزيد مزهر، ندخلو مزهر عاوتاني مع داك العناصر الأولي، ونزيد شوية. بسم الله، وتزيدوا شويه بشويه حتى تلقاو العجينه مزيانه في يديكم اللي هنا ورطبه. المهم نبقاو هكا ان شاء الله حتى نجمعوا ونتلاقاو. صافي، يعني جمعت العجينه ديالي هكا، غتكون هانت هكا، كنبقى نزيد الطحين هكا شويه بشويه حتى كنحصل على هذا القوام هذا. صافي، ونديرو في البلاستيك الغذائي ونخليه ترتاح شويه، ندخلو للثلاجه واحد شويه على ما نوجد العقده ديال التمر، نتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات، دابا نوجدو ان شاء الله العقده ديال التمر. عندي هنا نص كيلو، نص كيلو ديال معجون ديال التمر، هذا النوع، هذا النوع جيد، النوع اللي زوين. عندي هنا معلقه، عندي معلق، جوج معالق صغار ديال هذا ديال القرفه، وعندي ثلاثه هنا ديال الزنجلان محمر، ثلاثه المعالق كبار ديال الزنجلان المحمر. خويو هنا، منين ندير شي الزبدة، قياس معلقة ديال الزبدة هي، واحد جوج معالق ديال المزهر. دابا ندخلو هاد شوية شوية، تندخل الزنجلان والزبدة والقرفة في التمر، نزيد نصاوبهم باش نجبد العجينة اللولة. تا هاد المعجون ديال التمر مكندرتوش في التلاجة، خليتو برا التلاجة باش كيرطب، كيسهل الخدمة. نكمل داك المظهر، صافي نخلط كلشي هكا، انا غنرجع لكم. دابا غادي نشكلو
كويرات ديال التمر هكا عاد نجبدوا العجينه نديروهم هكا مقادين هكا شي وحدين نديرهم طوال حراب الطوال بحال هكا هكا كنعني نكورو فيهم تنساليهم ندير شي وحدين حراب الطوال بحال هكا غنكمل ونرجع لكم دابا البنات يعني ساليت التمر ديالي هذا درتهم كويرات صغيورين وهذا درتهم حراب الطوال دابا جبدت العجينة ديالي من الثلاجة وغادي نشكلها بسم الله غنطلقها بالدلاك غير عليها شوية طحين غير شوية وبدي الله بسم الله قطع المرشم اللي بغى كل وحده انا اختاريت هذا اختاريت هذا المرشم هذا بسم الله غنبداو بسم الله بسم الله بقاو هكا تنساليوها ان شاء الله صافي دابا بحال هكا نشكلها بحال هكا كنجيب هاد المنقش هكا ديرو هكا هكا ما تغطوش بزاف باش ما تخرجش لاباط بحال هكا بحال هكا ونحطها في الطاوة بحال هكا تجي بحال هكا انا غنوع نص نديرو هكا ونص نديرو دائري بحال هكا انا بغيت ندير حاجه اخرى عاوتاني بقاو نجمعوها هكا بحال الكميميسه هكا ها انت بحال هكا بحال هكا ونزيدوها تاني نديرو لها كوروها هكا في يدينا ونضغطو عليها بشي مرشم المرشم اللي بغيتو هنا غندير لها بحال هكا بحال هكا تجي زوينه بحال هكا هكا بحال هكا بحال هكا ممكن تشوف ديرها في الطاوة عاوتاني نعاود وحدة أخرى بحال هكا الكميميسة عجينه وحده وغادي نشكلو منها شحال من حاجه شحال من نوع هلا كنتي نجي لي هذا المرشم هذا ولا اللي بغيتي اللي عندك انا عندي هذا ضغطوا عليه مزيان انت هلا نزيد وحده اخرى نزيد وحده اخرى معاكم عجبتني هادي ديرها هكا نجمع عليا العجينه باش داك الكره ديال التمر ما تبقاش باينه نلويها هكا نجي هكا
هكا البنات، ونبقى هكا ان شاء الله تنسالي ونرجع لكم. صافي البنات، انا الشكي الاخر درته على الطيب، دابا نشكلوا هاد الحرابيل هادو، ندير لهم هكا. انا طلقت العجينه هكا طول، نجيبو هكا هكا، نبداو من الطرف، نبقاو ندخلو شويه شويه هكا هكا، نزيدو نروليو شويه صافي. جيب الموس نقطع العجينه، بسم الله بحال هكا، نزيد نرولي هكا، نلصقها شويه بصبعنا هكا هكا هكا، نزيد نقطع هاد الجناب هادو ما فيهمش الحشوه بحال هكا بحال هكا، ونحطو لهكا. عاوتاني نجيبو لاخر، نجيبو لاخر نحطو هكا، نحطو على الطرف، نحطو على الطرف هكا باش ما نكتروش العجينه هكا، نجيو لاخر على الطرف هكا، بقاو ندخلو شي شويه 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 هكا بحال هكا، نروليو غير مره ونقطعو العجينه هاد العجينه. الا وقعت لكم البنات ديروها في الفريكو، راه حقاش ما فيهاش الخميره، ما غاديش تخسر. فخما بغيتو تجبدوها جبدوها. نجيو لهاد الجناب هادو هكا، نضغطو عليها هكا بصبعنا هكا هكا، وهذا والطرف تاع هاد الاخرين عاوتاني الطرف هكا بحال هكا، ونروليو هكا بحال هكا البنات. اش كيبان بحال هكا الموس، نجيبو هكا هكا، مابقاش نبعدو بزاف، شويه الضربه حدا الضربه هكا هكا، ماشي تضغطو بزاف حتى تخرجوا لاباط، لا عاوتاني نجيبو الموس اتجاه المعاكس هكا، كتخرج لينا زواقه هاي بحال هكا البنات، بحال هكا كتجي زواقه. نجيبو لاخر هكا، واحد هكا، انا جيت نحسب ما شاء الله هكا. عاوتاني نجيبو الموس اتجاه المعاكس هكا، بحال اللي كتزيد دير المربعات صغيورين كتجي تطلع زواقه هكا. السلام عليكم البنات، انا رجعت لكم بعد ما طيبت الحلوه ديالي، ها هي رجعت بحال هذا اللون هذا مذهب، وغندير غندردر عليها السكر، نديرها في السكر كلاصي، والحلوه حتى تبرد عاد ديروها في السكر. ملي درتوها فهي سخونه ما كيبانش فيها داك السكر كلاصي. بسم الله غادي نبداو هكا، جات زوينه خدات اللون بحال هكا، سطفو من هنا هكا، نبقاو هكا هكا حتى نساليو. عاوتاني نبداو لهنا هكا، نديروها مزيان السكر، نرونوها مزيان السكر باش تاخد بحال هكا بحال هكا. بحال هكا نعطيها مزيان حقها في السكر هكا، نوريلكم البنات السكر لي البلاصه لي كناخد هنا، كناخد هاد النوع، هاد النوع زوين حسن من هداك ديال العبار غزال. هاو ناخد هاد الشكيل هدا عاوتاني هكا، هانتوما كي جات زوينة ها
السكر هذا السكر كلاصي هذا ما كيتكورش كيبقى رطب زال في الخدمه مخير في الحلوه. نبقى كتنسالي ان شاء الله ونرجع لكم. البنات ها الحلوه ديالي وجدات، كنتمنى تعجبكم وتجربوها. ايوا عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتوا بالصحه والسلامه. الى عجبتكم هذه الوصفه البنات ديروا لي جيم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، والعقبه ان شاء الله ندوزوا ان شاء الله لشي فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم.